انا بشبهوني مش بكيم كارداشيان، بشبهوني بانجلينا جولي. بفتخر يعني بهيدا الشيء انه نجبت هوليوود الاولى، واحده من البيوتي ايكون وورلد وايد. يا ربي يعني يكون انه بشبهها شوي، ما عندي مشكله. كيم كارداشيان عامله شغل كثير مهم، بس انا شخصيا يعني ما بعرف ليش شهرت هالقد، انه هي بتلبس حلو وتفرجينا اجزاء من جسمها، بس انه مش اهم وحده بالعالم. يعني ما عملت هالانجازات لا بالفن ولا بالتمثيل ولا بشيء ثاني. I love you a lot and thanks for interviewing me. وان شاء الله تابعوني على انتم والمشاهدينكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بحبكم كثير. دومينيك حوران اللي لدي عمده.